متشبتا بإعلان الأغلبية. أخنوش يقطر الشمعة على البي جي دي في غمرة انتشاء عزيز أخنوش رئيس الحكومة المكلف بإعلان أغلبية الحكومية صباح اليوم الأربعاء 22 سبتمبر الجاري من داخل مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالعاصمة الرباط. لم ينسى تقطير الشمع على حلفاء الأمس حزب العدالة والتنمية، وفي كلمته قال: بعدما شرفني جلالة الملك نصره الله بتعييني رئيسا للحكومة وتكليفي بتشكيل الحكومة، تم إطلاق جولة من المفاوضات مع مختلف الأحزاب الوطنية الممثلة في البرلمان، حضر منهم الغالبية واعتذر طرفان لاختيارات خاصة. يشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش كشف عن الأغلبية المكونة لحكومته مبرزا أنها ستتشكل من الأحزاب الثلاث الأولى في الانتخابات، ويتعلق الأمر بالتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.